فكره الكبد والقوانص انا مش بحب احطهم كلهم مع بعض في نفس الطبق او في نفس الحله. ليه يا شيف؟ هنشوف وهتفهموا قصدي ايه واحده واحده. هجيب لها طاسه لوحدها الكبد والقوانص على جنب كده اهي تسخن. بسم الله الرحمن الرحيم. ونشوف ايه الموضوع. هبدا الاول بالرز عشان اسيبه يبرد شويه عشان اعرف احشي. هي الترتيب بس واحده واحده. سنه زيت الاول للرز اهي سنه زيت مع زبده، ولكن بنزل بالزيت عشان اولا ما يحرقش الزبده، ثانيا يخلي معايا الرز ملمع برضه، والزبده هنا التست بقى والطعم كله. البصلايه اللي هنزل بيها الاول بتاعه الرز هشوحها شويه. بسم الله. وانا بقلبها هكون مجهز عندي ليها كده حبه قرفه حلوين وسنه جوز الطيب وحبه بهار مشكل. ايه الفكره ايه الحكايه هنشوف حالا. انا قصدي عايز اخليها تغمق شويه. بسم الله. ادي اول حاجه البصلايه بتاعتي بتاعه الحشو والفراخ. هنا برضو اسيب عندي او اضيف ملعقه زيت عشان اشوح فيها حاجتي بتاعه الكبد والقوانص، واسيبهم يسخنوا شويه عشان نشوف برضو الحكايه ماشيه ازاي. الشوربه هاخد مرقه حلوه طبعا واعمل منها حبه ايه شوربه حلوين، مرقه الفراخ طبعا وحبه الخضار كلهم جاهزين بس يكونوا متقطعين صغير ما يبقوش كبار. والشوربه ما خليهاش تاخد وقت كتير، ممكن نسويها ان شاء الله قبل ما اتبل السلطه بنصايه، يعني الرز والشوربه والسلطه هم اخر حاجه بنحطهم على المائده. ليه؟ لان ما بحبش الصراحه الرز يسخن ولا السلطه تتبل بدري عشان ما تتبلش، ولا كمان فكره ان الواحد يكون برده يعني ايه هي بتاخدش وقت الصراحه الحاجات دي. فانا بقول في بعض الناس تحب كده وفي بعض الناس تحب تسيبها شويه. طيب هجيب عندي معلقه صغيره وادي عندي سنه القرفه. بسم الله. على سنه البهار والتاتش بتاعي ان انا عايز ابهر حاجات حلوه بسيطه. سيب جوز الطيب دلوقتي هبدا اشوحهم مع بعض اهو كده اهو. وممكن القوانص تستحمل معايا الرز، انزل بيها هنا اهو معاهم، لان الرز طبعا بياخد تسويه غير تسويه الكبد. الكبد بتاخد تسويه بتشم النار وبتطلع، وممكن تعجن او تتفرول او تبقى مش حلوه لو احنا سيبناها في قلب الرز كتير. خلي الكبد لوحدها حتى يبقى ماسكه نفسها شويه. بقلب هنا القوانص مع فص ثوم بقى كمان بالمره يدي تيست حلو في الحشو بتاع الرز. ادي فص الثوم، وممكن حسب الرغبه قرن فلفل سخن، مش قرن، نص قرن اهو مش باين، مفروم مشطشط شويه. واجي اروح لامي حبتين كده ورق غار على حبهان. هنا بقى ايه الواحد بيعمل نفسه فيه بقى اهو ده في الرز، يبقى سنه قرفه، حبهان، ورق الغار، قرن فلفل، فص ثوم، بصلايه، سنه زبده، شامم ريحه حلوه، في ريحه حلوه اهو. اجي خلاص ظبطت اموري، اجيب عندي حبه الرز بتوعي. بسم الله الرحمن الرحيم. وابدا اشوح حاجتي واقلب براحتي خالص اهو. هنا الملامح تبدا بقى تبان اهو. وابدا ايه اسخن الرز كويس جدا جدا، وبعد كده هنشوف هنعمل فيه ايه. اهو شايف ان هو ناقص له كمان مكعبين زبده عشان الزبده اتشربت كلها من الاول. وهنا الطاسه الحلوه دي هبدا اجهز عندي حبه الكبد، وكاني بديهم تاتش كبده اسكندراني، كاني اللي هو ايه التتبيله التحويه بتاعتها. بص بعمل ايه، سنه خل، سنه صغيره جدا، وطبعا هدي سن البهار وسنة كزبرة ناشفة وسنة كمون وتاتش التوم. حلو الكلام، كلام جميل. ومعلقة بسم الله على الطاسة دي كده زي ما هي اهو، واسيبهم مع نفسهم شوية هنشوف يعني النتيجة عاملة ازاي في اقل من دقيقة، وتبقى برضو كل امان ومستوية لوحدها تتغمس لو عايز اغمسها. هنشوف. ارجع تاني للرز اقلبه يسخن معايا كويس، ابهره بحبه ملح لان احنا واخد كل حاجته خلاص، ونشرب ونسيبه ياخد تسويه اللي انا عايزها. انا في الحشو بقول ممكن نص تسويه واخد الجزء اللي انا عايزه، وبعد كده اكمل تسويه ثانيه للي هيتحط تحت الفراخ في النهايه، لازم يكون مستوي كويس فاسيبه كمل تسويته. هنا
الكبد زي ما حضراتكم شايفين بدات تقول اهي. هبدا اجهز نفسي في اللي جاي ان شاء الله على المكرونه البشاميل. كده احنا بنأسس حاجه الفراخ، وده مهم جدا اشم الروائح اللي انا شايفها دلوقتي بقى من بهار بتاع الرز والحاجات دي كلها. طيب حبه ملح، والملح بنحطه في الاواخر لما الرز يسخن. هي بس الطاسه دي مش عاجبني مكانها لاني واخد نص مكان ده، فهرحل دي من دي كده اهو بس كده. انت متشكرين، اخد راحتي هنا عشان الرز ياخد تسخينه المظبوط. هنا فكره الرز اول ما احس ان هو بدا يسخن اديله الملح بتاعي واظبط اموري والم كل الجوانب، البصلايه مع فص الثوم اللي دلعه الاول، وابدا هنا بقى ايه اروح جايب عندي المرقه وابدا اشرب. هنا الكبد شايفين حضراتكم خلصانه، بحطها في الرز لا برضه سيبها مش هخسر حاجه، في النهايه هنشوف. الرز بتاع الحشو انا هحط له كبد وقوانص، هافف عليا بصراحه اديله حبه بسله في الحشو. اه في الحشو مش هيقول لي حاجه خالص، بالعكس بحشي الفراخ برز وبسله ومكعب مرقه غير المرقه اللي احطها شايفين، وابدا اقلب حاجتي كده وتتحيق مع بعضيها بكل بساطه اهو. طبعا عارف اللي بيحشوا الفراخ دايما ما بيحشوهاش بفكره بسله، ولكن لازم ندي برده التاتش بتاعنا اهو كده اهو. قلبنا حاجتنا كويس جدا، الكبد عندي اتحمرت زي ما حضراتكم شايفين، تطلع على جنب كده اهي، حط في الاخر ويصفى الزيت بتاعها كمان وتمام التمام. طيب اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. حبه مرقه نقفل بيهم الرز كده اهو على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. وكالعاده الرز بتاعنا بياخد معيار الضعف، كوبايه قدام كوبايه، او اساوي اموري زي ما حضراتكم شايفين اهو. وابدا اهدي النار عليه شويه لحد ما ياخد تسويته، وابدا اقفل انا حاجتي واحده واحده. طيب اللي بعده ايه بقى يا شيف؟ اللي بعده معلومه بس كنت عايز اكد عليها يعني اكدها مع حضراتكم، فكره وانا بشتري الفراخ. خلينا نبص على الفراخ قبل ما اشتغل عليها عشان نشوف ايه الحكايه وهنعمل ايه. فرختين الفرخه ما تجيبش نص كيلو زي ما حضراتكم شايفين. يعني ايه يا شيف؟ يعني كده كده لو انا فكرت اجيب حالا بس كده حبه رز، لو انا فكرت ان اجيب الفراخ دي اصلا اكبر من كده مش تبقى طعمها حلو. ليه؟ عشان الطبيعي للفراخ بتبقى افضل وهي حجمها صغير، الفراخ البلدي حجمها الصغير هو افضل بكتير جدا مما تكون كبير، لان الكبير هيبقى حلو وكل حاجه ولكن مش زي البلدي الصغير. طب ينفع اعملها فراخ بيضه؟ ينفع، ولكن مش زي الفراخ البلدي. انا بس احب اتكلم بالتفاصيل دي، مهمه جدا لان الحكايه هنا مش في الاكله. طيب ايه بقى الموضوع يا شيف؟ والله الموضوع ان اسيب الرز يبرد شويه واجيب عندي الفرختين، وزي ما حضراتكم شايفين الفرخه بصوا حجمها قد ايه؟ ما تعملش حاجه، مغسوله غسله بقى لما زعلت مننا جدا جدا. قبل اي كلام جزرايه، بصلايه، فصين توم، اجيب عندي حله كبيره جدا بتغلي ميه، بسم الله الرحمن الرحيم، اهي عشان اسلق حاجتي وامن حاجتي الاول. يبقى كرفس وتوم وبصل وجزر، حابب اعشاب ماشي، مش حابب برده ماشي، لو عندي حبه زعتر مش هيقولوا لا اهو. وبالمره ورقتين غار، حبتين حبهان، كبه صيني، عود قرفه، خشب. اسيب الكلام ده كله ياخد اول سلقه، واجي هنا الفراخ تمام التمام خلاص مغسوله ومتظبطه وحاجتي كلها تمام التمام. هبدا دلوقتي اجهز الحشو بتاعي وهنشوف الطريقه ماشيه ازاي. عندنا طريقتين في الحشو، الطريقه الاولى لو انا هحشي زي ما انا كده على طول، والطريقه الثانيه لو انا قلقان وخايف ان الحشو بتاعي ما يبقاش ماسك نفسه في قلب الفراخ اجيب ورق الومنيوم واقدر برضو احشي وانا مطمئن واقفل في الاخر. هنشوف واحده واحده. عايز اتبل الفرخه الاول ازاي يا شيف؟ يلا بينا. بجيب عندي بصلايه الاول، والبصلايه اللي بحط فيها فص توم، عفوا بوله الاول، وعليها بصلايه وفص توم وحبه بهار من دول، شايفين البهارات دول؟ اللي هي بقى حبهان مطحون وقرفه، كل الحاجات دي ريحه غير طبيعيه. واجيب الاول الفرخه واروح مديها في النص كده زي اكني يعني ايه بشممها ريحه البصله دي كلها اهو، زي ما حضراتكم شايفين، شايف المنظر؟ تبقى ريحتها حلوه كده
اهو تاني كده اهو، يبقى بندي نفس بس، نسمو النفس. واجي عندي الحشو بتاعي ايا كان الكميه، ما بزودش كتير، بمسك كده على قد ايدي اهو كده، عشان عامل حسابي ان الرز ده هيبدا ايه، هيستوي تاني، اسيبه يبرد وحشي، يكون الرز عندي نص تسويه زي ما حضراتكم شايفين، وبارد عشان يكمل تسويته في المرق اهو كده اهو. عايز احشي تحت الجلد في ايدي اهو، هوريكم برضو لو عايز احشي تحت الجلد، بس ده بقى ايه، محتاج شطارة حضرتك وانت بتسوي، ما يبقاش يفك مننا ان شاء الله اهو كده اهو، زي الحمام اهو، شايفين صوابعي بتعمل ايه، بالراحه من تحت الجلد بمشيها عشان خاطر اقدر احشي اهو كده اهو. وبعمل كده وبمشي بصوابعي كده وابدا ازق واحده واحده كده، شايفين بعمل ايه اهو. ده لما يستوي هيديني الحجم اللي انا عايزه، لان الرزايه لسه ما استوتش، فالطبيعي زي ما احنا عارفين الرزايه بتبقى الضعف اهو، مش هزود اكتر من كده حشو عشان ايه، حاجته مظبوط. واجيب عندي بصلايه واقفل بيها اهو، تمام لحد كده، ادي اول واحده. تاني تبلنا الفراخ الاول وظبطنا الامور واديناها بصلايه فيها فص توم وسنه بهارات وقرفه وحركات عشان اخد نفس حلو، وبعد كده اروق بس الاول مكاني وابدا اشتغل من اول وجديد في الفرخه الثانيه اهو كده. وببدا ما بحطش كميه كتير، احط حاجه يعني اللي هو ايه، نص الحشو اهو كده اهو. ولو عايز اعمل موضوع حشو الجلد بمشي صوابعي تاني كده اهو، وابدا برضو بحشي كميه مش كتير عشان بعمل حسابي ان هي الطبيعي هتنفش او هتبقى الضعف اهو. هي غلبه ولكن ما بتتعملش كل يوم، تبقى ليها نفس كويس قوي وليها طعم كويس قوي. ونضف حاجتي اول باول كده اهو. طيب هنا ممكن نسلق على طول. طب يا شيف انا خايف ان انت عملت ده كله ممكن يقع مني، ولا حاجه، ورقه الومنيوم يا فندم، حضرتك هتعملي كده، انا مش شرط عندي اسلق يعني اربط كله، انا بربط بس الحته دي اهو عشان لو مش عارفه تعمليها كويس اهو، بس خلاص بمنتهى البساطه عشان بس ما تفكش منك، اول ما تنزل الميه هتمسك بعضها لان الميه سخنه جدا، وده المطلوب. بسم الله اهو. تاني اهو بصلايه، انا حاسس ان برده ممكن الرز يقع مني، فبروح اعمل كده اهو، انا كمان اهو كده، وراح جاي هنا كده قافل كويس اهو خلاص، ادي الفرخه مظبوطه وتمام التمام، هنشوف النتيجه ان شاء الله في الاخر، واسيبها كده اهو واغطي عليها وعيش حياتك تمام التمام. الم بقى الدنيا دي كلها ونشوف ايه اللي حصل الناحيه الثانيه، ونرجع من اول وجديد. افندم حاضر، لحظه واحده هكون معاكم. بس انا بتكهرب من حوار الزفاره دي الصراحه، لازم اول باول ننظف مطرحنا عشان نشتغل على نظيف. هي فكره الفراخ زي ما شفتوا حضراتكم، الحشو اهم شيء في الحكايه كلها، ان لو اتعمل مظبوط واتعمل صح هتطلع الفراخ مظبوطه، والتسويه طبعا مهمه جدا، فدي حاجات يعني نتكلم عنها بالنسبه لي اهم بكتير جدا من اي حاجات تانية كتير. بدور هانم صباح الفل. صباح الخير، ازيك يا فندم؟ اسفين للتاخير. زي حضرتك؟ كله بخير نحمد ربنا. كل سنه وحضرتك طيب. وحضراتكم بخير وصحه وسلامه يا رب. برنامجك رائع والله العظيم، بحب نظامك وطريقتك واكلك وكل حاجه. شكرا ربنا يخليك يا رب. سلامي. كل سنه وحضرتك طيب. كنت عايزه اسال عن الرز المعمر، ليه بيطلع معجن مش بيطلع مظبوط معايا؟ اخوكي معاك مش هيطلع معجن، ما تقلقيش. ربنا يخليك يا رب. حاضر، وايه كمان؟ بس بنوتي كانت عايزه اسلم على حضرتك ونفسها تطلع معاك في البرنامج. بس بعد رمضان. تمام ميه. اسمها ايه الحلوه؟ مها. مها اسمها جميل. الدهان اهي مع حضرتك. الو، اهلا اهلا يويو، ازيك يا قمر؟ عامل ايه؟ الحمد لله حلو، اخبارك انت ايه؟ كل سنه وانت طيب. وانت طيبه يا قمر، وبخير وصحه وسعاده. اخبارك انت ايه؟ الايه؟ بحبك قوي. وانا بحبك جدا يا مها والله. انت عندك كام سنه يا مها؟ مها ايه؟ عندك كام سنة يا حبيبي؟
سبعة. سبعة بسم الله ما شاء الله. وإيه بتصومي ولا لأ بقى؟ ها يا مها؟ نعم. بتصومي ولا لسه؟ بصوم. كام ساعة؟ أنا صايمة. لحد الساعة كام؟ ها؟ وليه؟ لحد الساعة كام صايمة؟ لغاية المغرب. برافو 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 ما شاء الله عليكي، فرحتيني. ماشي الكلام. بسمع معاك قوي. وانا كمان نفسي اشوفك جدا، وكمان انت فرحتيني جدا لما انت قلت لي بقى كمان انت صايمه دلوقتي. فرحت جدا جدا بيكي. ربنا يكرمك. الايه؟ ربنا يكرمك. يا حبيبه قلبي احلى دعوه يا رب، ربنا يخليكي يا حبيبتي. طب بصي ما تقفليش السكه، يلا سجلي حالا بياناتك في الكنترول عشان احتفظ بيها، وان شاء الله بعد رمضان باذن الله نتجمع مع بعض ونعمل حلقه حلوه انا وانت. ماشي يا مها؟ مها؟ نعم. اوكي؟ اوكي. سيبي بياناتك في الكنترول، ومبسوط منك جدا جدا انك كنت صايمه، انك صايمه. ماشي يا حبيبي. احلى برنامج. حبيبة قلبي، انت جميلة وقمر ما شاء الله. احلى سيف عليك. يا حبيبة قلبي ربنا يحفظك يا مها يا حلوة يا قمر. شكرا جدا ليك يا هو يا فندم. يا حسين صباح الفل يا فندم. صباح الفل عليك يا شيف، رمضان كريم عليك يا شيف وعلى أسرة البرنامج، الناس الجمال والناس المحترمين مع حضرتك يا شيف. الله يخليك يا فندم، وانت بخير وبصحه وسعاده يا فندم. رمضان احلى مع احلى اكله واحلى شيف. الله يبارك لك يا عم حسين، كلك ذوق. شكرا، الله يخليك. الله يخليك، وحشنا يا شيف والله. ربنا يخليك يا فندم وانت اكتر، ربنا يديك محبه. الله يخليك يا الله. تسلم، انت كويس وامورك تمام؟ تمام والله، ويسلم عليك على اسوان كلهم والله. اسوان دول حبايبي، ربنا يديك محبه ورمضان كريم عليكم كلكم واحد واحد. الله يخليك. انا بشكرك. اقول لحضرتك سؤالك يا شيف، عاملين ايه النهارده على الفطار؟ والله فكرتني يا سيدي والله. حبيبي يا طب قول لي عاملين ايه افطار النهارده والنبي في اسوان؟ طب طمني. لا تمام والله، الله ربنا يبارك في عمرك. ايه بقى عاملين فطار ايه بقى؟ ان شاء الله كده النهارده صينيه بطاطس باللحمه كده ورز وسلطه. استنى عشان ما سمعتش، انا اسف. ونفسنا يعني طيب، شرفنا والله يا شيف. انا اسف ما سمعتش. بتقول ايه؟ بقول صينية بطاطس باللحمة. الله. ورز. وسلطة. الله. ونفسنا تاني تشرفنا والله على راسنا يا شيخ. يا حبيبي ده انا اتشرف والله العظيم وعلى راسي. حاضر يا فندم، على عينينا. صباحك كله عسل. ربنا يخليك يا شيخ. الله اكرم يا فندم، ربنا يعز حضرتك. شكرا. تسلم يا استاذ حسين. شكرا يا فندم. طب اديني بس دقيقتين عشان اقفل حاجات مهمة جدا. مش احنا الفاصل ده هنطلع بكده تقرير؟ فاحنا عندنا مكرونة بشاميل بس نأسسها ونطلع فاصل. طيب يعني خلاص قلدنا البشاميل تقريبا حلو بالجبنه بقى والصلصه كده، معلقه صلصه. بص منظر الجبنه عامل ازاي بقى في الصلصه في البشاميل، حاجه عسل. عايز ارجع حته بس صغيره من مره، فاكرين الفراخ دي لما سرقناها في المرقه دي؟ فاكرينها؟ شايفين المنظر عامل ازاي؟ عايز ايه بقى المنظر ده؟ عايز الفرشه دي اهو، واحنا شغالين كده. بص فرشه زبده كده اهو كده، او سمنه، اي حاجه حضراتكم بتحبوها. وروح فاكرين الحشو اللي هو البسله ده، كل حاجه باينه. فلفل اسود على الوش. سيبها خمسه كده على ما نقفل البشاميل ان شاء الله، تاخد لها لون سريع كده ونشوف الحكايه ماشيه ازاي. بسم الله. ونشوف اخبار الفراخ. والفراخ بتطلع اللون بتاعها لطيف، ولكن كنت حابب لون الطف بصراحه، ولكن محكم النهارده شويه بالوقت. فزي ما حضراتكم شايفين بمنتهى البساطه، حط عليهم حبه رز او تحتيهم حبه رز اللي احنا عملناهم كده. فاكرين الرز ده؟
حاجه برضو جميله جدا اهو، بسم الله، رز بالكبد والبسله والقوارص طبعا اهو. ده اللي استوى كامل غير اللي استوى في نص الفراخ. وادي الفراخ زي ما حضراتكم شايفين بمنتهى البساطه، فراخ بلدي شامورت محشيه ومحمره بالهنا والشفاء لحضراتكم. وبكده يكون الطبق الاخير طلع وكده زي الفل قوي الحمد لله. يبقى بايركس، المكرونه بشاميل، سلطه بلدي وشوربه الخضار، وكمان سلطه لطيفه جدا. واتمنى تكون الحلقه عجبت حضراتكم، واشوفكم ان شاء الله بكره في نفس الميعاد، والسلام عليكم.